هنلاقي عبارات كان بيستخدمها المصري القديم شبه العبارات اللي احنا لسه بنستخدمها دلوقتي، فليسكنه فسيح جناته. هنلاقي هنا شكل الرجل وهي بتذهب. هنحدد اتجاه الكتابة، هنلاقي ان العصفورة بتبص الناحية دي والرجلين بصة في نفس الاتجاه، معناه يذهب. لو هو عاوز يقول رجع أو إيابا، هنلاقي إن الرجل بصة الناحية التانية. نفس الكلام ده كان بيستخدمه المصري القديم في عمليات الجمع والطرح. لو حابب إنه يقول بيزود أو علامة زائد، هيعملها شبه الذهاب. لو عاوز يعملها إن هو بيطرح، هيعملها شبه إن هو راجع، هيعملها بالعكس. هنا العبارة اللي هنستخدمها فليذهب هو إلى جنات أو الأماكن الواسعة الجميلة. هنا المصري القديم كرر شكل الطريق أو المكان 3 مرات، لأن المصري القديم كان بيستخدم الجمع بأنه يكرر الرمز 3 مرات، لكن لو عاوز يذكر حاجة مرتين هيكتبها مرتين عشان يقصد بيها المثنى. هنلاقي هنا لما استخدم المصري القديم المثنى كرر شكل مخازن الحبوب مرتين. هنرجع تاني لهنا، هنلاقي ان هو عاملها 3 مرات للطرق. فليذهب هو الى الاماكن الجميلة. علامة نفر استخدمها المصري القديم عشان يعمل كلمة الجميل او الجميلة، هي عبارة عن شكل قصبة الهواء. هنلاقي كمان هنا الغرب الجميل، هنا علامة الغرب وهنا الجميل. فليذهب هو إلى أماكن الجميلة والغرب الجميل.